ما اتكلمنا بقى على الكرة النسائية، تعالوا نرحب بنجمتنا حبيبة عمر اللي سجلت هدفين النهاردة في مرمى المعادي واليخت، وتشاريتي روبن سجلت هدفين. حبيبة مساء الفل عليك، مساء الخير، ازاي حضرتك يا كابتن؟ اخبارك ايه ومبروك النهاردة. الله يبارك فيك يا كابتن، كله كويس الحمد لله. بس بيني وبينك الهدف اللي كان في الثانية الأخيرة ده في دجلة كان تحفة يا حبيبة. اه حلوة قوي يا كابتن. من اظن في اهداف كده في حياتك بتبقى فرحانه بيها. طبعا النهارده كمان واحد منهم الحمد لله. جبت جون حلو النهارده، ما شفناش الماتش. اه ما هو ما كانش متذاع بس كان جون الحمد لله حلوة قوي. طب انتوا مسجلين الحاجات دي؟ أكيد يا كابتن، طب ما تبعتها لنا حبيبه برضه عشان نصيطك كده ونحط لك الاجوان وانت معانا على الهوا كده يا حبيبي. حاضر يا انا كابتن. ارضاك انا ارضاك. قولي لي يا حبيبه، يعني احكي لي مشوارك شويه مع الكره النسائيه بدات ازاي؟ من وأنا صغيرة وأنا عندي 9 سنين ابتديت ألعب كورة ودخلت في كذا نادي، وبعدين في الآخر دلوقتي وأنا عندي 18 سنة وصلت للنادي الأهلي الحمد لله على أعلى مستوى يعني، بنلعب في دوري درجة أولى الحمد لله وأهو كله طيب كويس. من 9 سنين كنت بتلعبي فين؟ في أندية إيه؟ كنت بلعب في أكاديمية اسمها إيمز، وبعدين طلعت لعبت بنك أهلي ووراه لعبت بيراميدز ووصلت الأهلي دلوقتي الحمد لله يعني، كنت بلعب منتخب وكده برضو ما شاء فالحمد الله لله. 18 سنة يا حبيبة مش كده؟ اه مع دخول النادي الأهلي منافسات الكرة النسائية، شايفة إن الكرة النسائية في مصر، طبعًا دخل الأهلي والزمالك وبيراميدز وباقي الأندية الكبرى، يعني شايفة إنه دخول الفرق دي وعلى رأسها النادي الأهلي غير من شكل المسابقة، غير من شكل اهتمام الناس بيها؟ طبعا بقى في ناس مهتمة أكتر بالكرة النسائية في مصر عموما يعني، ودخول الزمالك والأهلي وكل النوادي الكبيرة غير فكرة الناس عن الكرة النسائية في مصر. كنت متوقع ان الاهلي يعمل فرقه كوره يا حبيبه، وكنت متوقع ان انت تبقى موجوده في فرقه النادي الاهلي، وانضميتي للاهلي ازاي؟ بصراحة ما كنتش متوقعة خالص، بس أول لما جالي خبر إن الأهلي عملوا فرقة طبعا كنت هموت وأكون في الفرقة يا سلام. وفرحت جدا. اه طبعا النادي الاهلي يا كابتن. ما شاء الله. وانبسطت قوي يعني لما سمعت من كابتن شادي ان هم كانوا عايزيني في النادي، ويعني انبسطت قوي ان انا روحت النادي الاهلي. مبسوطة بقى بالمجموعة اللي موجودة، بالمدرب، كلهم بيقولوا المدرب ده مدرب كويس قوي. اه المدرب والجهاز الفني كله كويس جدا، مدرب اجنبي ف مواضيع مختلف غير اللي انا كنت فيه قبل كده، والفرقة طبعا كلنا بنحب بعض وبنعرف نلعب مع بعض وكلنا عندنا هدف واحد ان شاء الله ان احنا ناخد الدوري السنة دي وبس. منسجمين مع بعض، اللعيبة المحترفات، اللاعبات المحترفات اللي موجودين مع الفريق مع باقي اللاعبين او باقي ايوه اللاعبات. نعم. ايوه كلنا بنحب بعض يعني في الفرقة، وكلنا بنبقى لذاذ مع بعض، حتى المحترفين والمصريين والاجنبيين والفلسطينيين، حتى كلنا نعم. بنشتغل كفرقة واحدة بهدف واحد. 4 مباريات ب4 انتصارات، اظن بهدف واحد دخل مرمانا، صح؟ طيب القادم ايه؟ انا شايف برضو الزمالك يعني بعد هزيمته امامنا كسب 3 مباريات تقريبا، اخيرا النهارده اظن كسب المقاولين 2-1، يعني المنافس الاول هو نادي الزمالك بالنسبه لنا حبيبه. ممكن يبقى الزمالك اه، وفي فرقة برضو اسمهم اف سي مسار كويسين قوي، بس احنا مركزين على نفسنا يعني، وان احنا هدفنا ان احنا ناخد الدوري، بس نشتغل على قد ما نقدر ان احنا ناخد الدوري ان شاء الله. احسن هدف سجلتيه السنه دي؟ هدف النهارده هدف نزل النهارده معاك. ما شفناهوش للاسف، ما شفناهوش. والله يا كابتن هو جون من بره ال 18 ايوه كده، للعارضة، وصفي لي، يلا احكي لي. جون من بره ال 18 لمسة واحدة من خبط في العارضة اللي فوق ودخل في الجون، فهو بشمالك؟ جون بشمالك برضو؟ بيميني. بيمينك، بتلعبي باليمين والشمال، ما شاء الله اه ما شاء الله ما شاء الله عليك. يعني طموحاتك ايه بعد كده؟ يعني منتخبنا الوطني ما عملش حاجه، يعني زمان كنا نسمع وكده لكن ما شفناش حاجه من منتخبنا الوطني، وانت 18 سنه يبقى عندنا منتخب ناشئات جيد ومنتخب كبار جيد. شايفه مستقبل الكره النسائيه في مصر ازاي؟ انا شايف كينيا في كاس العالم تحت 17 سنه بتلعب، نيجيريا واخده خطوات متقدمه، وبعض الدول كمان الافريقيه. يعني ان شاء الله بدخول النادي الاهلي والزمالك والفرق دي هيحطوا نور اكتر على الكره النسائيه، فهيهتموا بالمنتخبات اكتر وهيعلوا اكتر بيهم،
فيعني ان شاء الله وانا بلعب في الناشئين الحمد لله في تحت ال20 العب درجه اولى ومنتخب اول، فيعني ان شاء الله هيبقى في تقدم في المنتخبات مبسوطين ونوصل باللعب كاس في العالم. مبسوطين باللعب في التجمع في النادي الاهلي؟ الملعب كويس عاجبكم؟ اه الملعب حلو قوي وكله كويس قوي. عايزه تقولي اي حاجه بس الاول؟ مين بيعجبك من لعبات المحترفات في الخارج يعني؟ في لعيبة بتلعب في برشلونة اسمها أليكسيا، مش عارفة حضرتك عارفها، كانت طبعا ده واخدة برضه احسن بلندور. لعيبه في العالم مرتين. أيوة واخدة بلندور، فهي لعيبة جامدة قوي بحب أتفرج عليها. بس اعلنت ده انها هتعتزل قريب ولا انا سمعت غلط؟ اه انا سمعت ان هي هتعتزل، خسارة والله، هي لعيبة جامدة قوي. قوي. وكان في لعيبه كمان اسمها مايا هام تقريبا امريكانيه، كانت حاجه جامده قوي باينه اه حبيبه، اظن اه دي برضو كانت من لعبات المحترمات يعني. اه جامدة اوي. عندك امل السنه الجايه تلعبوا في بطوله افريقيا وزي ما الفريق الاول كده بيكسب البطولات ان شاء الله انتوا تكرروا نفس المشوار؟ ايوه ان شاء الله، يعني هناخد ان شاء الله يعني ناخد الدوري، واحنا مركزين قوي على الموضوع ده، ونلعب افريقيا ان شاء الله زي الفريق الاول. مبروك يا حبيبه، تحياتي ليكي والمدرب والكابتن شادي والجميع زميلاتك في الفريق، وان شاء الله دائما وابدا منتصرين وكسبانين وفرحانين. حبيبه عمر نجمه فريق الكره النسائيه في مصر، بشكرك.